كيف تعمل هذه الدائرة؟ قمنا بنشر فيديو قصير يحتوي على دائرة تقوم بزيادة الإضاءة تدريجيا عند التشغيل، وكذلك تقوم بتقليل مقدار الإضاءة تدريجيا عند إغلاق الدائرة. طلب منا بعض الأخوة أن نقوم بتحليل هذه الدائرة، لذا سنقوم باستعراض طريقة عملها بأبسط ما يمكن. رغم أنها تحتوي على مفاهيم لم يتم التطرق إليها في القناة، لكن سنحاول توضيحها ببساطة قدر الإمكان من خلال هذه الحلقة. أولاً، لتشغيل المصباح سنحتاج إلى جهد مقداره 12 فولت. بهذا الجهد سيكون التيار المار في المصباح حوالي 60 ملي أمبير، وقد قمنا بقياس هذه القيمة باستخدام المولتيميتر عبر توصيل جهد مقداره 12 فولت بشكل مباشر على المصباح وقياس التيار. الآن نحتاج لدائرة تقوم بالتحكم في مقدار هذا التيار بحيث يبدأ بالتصاعد تدريجياً إلى أن يصل إلى هذه القيمة. الترانزستور، وهو عنصر إلكتروني مهم مكون من ثلاثة أطراف، هي القاعدة أو البيس، المجمع أو الكوليكتر، والثالث هو المشع أو ما يسمى بالإيميتر. لن نقوم بشرح الترانزستور، لكن سنقوم فيما بعد بتخصيص حلقة خاصة به. باختصار، واحدة من خصائص الترانزستور هو أنه يمكن التحكم في التيار المار في الكوليكتر من خلال التحكم في تيار البيس. هذا ما نحتاجه في هذه الدائرة، وهي طريقة للتحكم في التيار. بناء على هذه القاعدة سنحتاج لطريقة للتحكم في تيار البيس بشكل تدريجي، حتى يزيد معه تيار الكوليكتر أيضا بشكل تدريجي. لذا سنقوم بتوصيل المصباح على الكوليكتر حتى يتأثر بهذا التأثير. تيار الكوليكتر في الترانزستور يعتمد على تيار القاعدة من خلال القانون التالي، وهو تيار الكوليكتر أو المجمع IC يساوي بيتا في تيار البيس أو القاعدة. بيتا هي عامل المضاعفة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية gain factor، هي قيمة يمكن الحصول عليها من خلال الداتا شيت الخاصة بالترانزستور، ولو بحثنا عنها في الإنترنت سنجد أن هذه القيمة تساوي 300 في الترانزستور الذي سنستخدمه، وهو 2N2222، يرمز إليها عادة في الداتا شيت باسم HFE. بالتالي يمكننا إيجاد تيار البيس المناسب لتشغيل الليد باستخدام هذا القانون، حيث ستكون قيمة التيار IB تساوي IC وهو 60 ملي أمبير كما ذكرنا، مقسوم على 300 وهي قيمة بيتا. الناتج سيكون 200 مايكرو أمبير. الآن سنحتاج لتصميم دائرة على البيس لتعطينا هذا المقدار من التيار. لو قمنا بتوصيل الجهد الموجب بشكل مباشر على البيس، سيتكون تيار كبير جدا من خلال البيس، وربما يؤدي هذا إلى تلف الترانزستور. لذا نحتاج لوضع مقاومة، هذه المقاومة يجب أن تكون بقيمة محددة حتى نحصل على التيار المناسب وهو 200 مايكرو أمبير. الدائرة ستكون بهذا الشكل، حيث المقاومة متصلة على الجهد الموجب من جهة وقاعدة الترانزستور من جهة أخرى، بينما المصباح سيكون متصل على الكوليكتر كما ذكرنا. الآن نحتاج لإيجاد قيمة المقاومة. لإيجاد قيمة المقاومة المناسبة سنقوم بأخذ هذا المسار من الدائرة، وهو يعتمد على قانون كيرشوف الذي ينص على أن مجموع الجهد على الدائرة المغلقة يساوي صفر. بالتالي 12 ناقص الجهد على المقاومة ناقص الجهد بين البيس والإيميتر يساوي صفر. لدينا أكثر من مجهول، سنحاول أن نقوم بالتعويض عن بعض المجاهيل الموجودة في المعادلة. الجهد على البيس يمكن التعويض عنه باستخدام قانون أوم، حيث أن الجهد يساوي التيار في المقاومة. بالتالي الجهد يساوي تيار البيس وهو 200 مايكرو أمبير مضروب في المقاومة وهي مجهولة. أيضا الجهد بين البيس والإيميتر في حالة عمل الترانزستور سيكون 0.7 فولت. لذا يمكن تعديل المعادلة لتصبح كالتالي، حيث المقاومة تساوي 12 وهي قيمة الجهد ناقص 7/10 أو 0.7 مقسوم على 200 مايكرو أمبير، لتكون النتيجة النهائية 56.5 كيلو أوم أو ما يساوي 56 كيلو تقريبا. هذه القيمة هي القيمة المناسبة التي ستعطينا التيار المطلوب على القاعدة. الآن سنقوم بتوصيل هذه الدائرة. سنجد أن المصباح يعمل بشكل طبيعي عند التشغيل وينطفئ أيضا بشكل طبيعي عند الإطفاء، لكن الهدف هو أن يعمل LED بشكل تدريجي. لذا سنقوم بإضافة مكثف بين قاعدة الترانزستور والطرف السالب أو الجراوند، وذلك حتى يقوم التيار المار في القاعدة بشحن المكثف.
عملية الشحن تكون بشكل تدريجي حسب سعة المكثف، لذا فإن التيار المار في القاعدة سيزيد بشكل تدريجي حيث يصل إلى أعلى مستوى عندما يكتمل شحن المكثف. ذكرنا أن تيار الكولكتر وهو نفسه التيار المار في المصباح يعتمد على قيمة تيار البيس أو القاعدة، فبما أن تيار القاعدة يزيد بشكل تدريجي إذن سينطبق نفس الأمر على تيار الكولكتر، بالتالي ستزداد الإضاءة بزيادة التيار المار في المصباح، وهذا ما نراه من خلال الدائرة. هذا هو الجزء الأول من الدائرة. الجزء الثاني من الدائرة هو عملية تناقص الإضاءة بشكل تدريجي، حيث كما نلاحظ أن المصباح حالياً يغلق تماماً مباشرة بعد إغلاق المفتاح الكهربائي، لذا سنقوم بإضافة مكثف ومقاومة على التوازي مع مصدر الطاقة. هذا بدوره سيقوم بشحن المكثف في بداية عملية التشغيل، وعند إغلاق الدائرة سيقوم المكثف بتفريغ الشحنات تدريجياً وكأنه يقوم مقام مصدر الجهد الأساسي، لكن سيتناقص هذا الجهد إلى أن يصل إلى أقل مستوى وبه ستختفي الإضاءة تدريجيا. هناك تفاصيل أكثر يمكن التطرق إليها من خلال تحليل هذه الدائرة، لكن سنكتفي بهذا المقدار. شكرا على المتابعة.